السلام عليكم ورحمه بكم في قناتي من جديد ومره اخرى كما شفتوا اليوم في العنوان راح ندير لكم اللي حضرته في عيد ميلاد اختي دونك هنايا الحاجه الاولى اللي فد هي درت البطاطا تغلي باش نديرها مع الدجاج محمر درت انا البيطره فلاكوكوت اي طيب وهنايا الدجاجه تاعي دوزنتها كنت وريت لكم ديجا من قبل كيفاش ندوز الدجاج نخليها لكم لتحت ديسكريبشن بوكس وفرصيتها لداخل بالروز والشامبينيون والزيتون وهنايا درت كيف كيف دي ميني برجر كيف كيف حضرت معكم ديجا من قبل العجينه تاعو راح نخليها لكم تاني في صندوق الوصف وهنايا درت البويون وغسلت الشلاضه ودرت الزروديه يعني درت التحضيرات الاوليه من بعد كي نبدا ندير كل حاجه راح نقول لكم بلي ديتاي كيفاش درت الحاجه وثاني هنا هنايا دوك نجبد البيطراف تاعي اللي راح نديرو شلاضه كيف كيف حضرت معكم هذا الشلاضه مقبل قبل آه نديرو البيطراف يطيب في لاكوكوط من بعد نقشروه كما راكم تشوفوا قشرته دوكا آه نقطعو نديرو دي مورسو صغار هكايا من بعد ندير فوق البصل نزيد ندير فوق شويه مع و وفرماج غابي الشلاضه تجي هذه الشلاضه بزاف بنينه سورتو مع الفرماج غابي والبصل سورتو اللي يحب البصل الخضر كيما حنايا في الدار نحبوا البصل الخضر هكاك ناكلوه يجي بزاف بزاف بنين وبالنسبه للرز اللي فرسيت به الشلاضه بلوتو اللي فرسيت به الدجاج تاعي غليت الرز <applause> الشامبينيون تاعي حمستو في المقله مع شويه زبده وشويه لي زيبيس درت له شويه زيتون تاني ومن بعد خلصت خلطت الروز مع لي زيبيس وال والشامبينيون والزيتون تاعي من بعد وكنت مقبل ديجا دوزنت تا الدجاجه تاعي خليتها شربت مليح دوزين تاعها كي شفت بلي سي شربت دوزين تاعها فرسيتها خيطتها ودرتها في في الفور الدور هكايا طيبنا محمره تجي بزاف بنينه صوتو كي الكيتشوب كيما قلت لكم شاركت معكم ديجا لا تاع الشلاضه تاعي راح نخليها لكم تحت في الديسكريبشن بوكس درت انا هذاك النهار دي تاع الدجاج دوكا نفس لا درت بيها دجاجه كبيره نخليها لكم تحت في صندوق الوصف بالنسبه لي ميني برغر كيف كيف شاركت معكم ديجا مقبل الوصفه نخليها لكم في الديسكريبشن بوكس دوكا راح نقول لكم يعني سريعا المكونات تاعها بالتفصيل تلقاوها في هذيك لا فيديو آه، نديرو كاس حليب دافئ كاس ماء دافئ مغرفه كبيره خميره مغرفه كبيره آه خل مغرفه كبيره سكر والملح ونطمو نص كاس زيت ونطمو كامل بالماء الدافئ يعني حتى تنطمنا العجينه تاعنا تكون شويه طريه هذه هي نخليها تخمر ساعة من بعد ندير هذه بول صغار كل بولة تجي فيها كك ربعين حتى الخمسين آه غرام وبالنسبة للبويون تاعي درت كورجة درت بصل درت زرودية درت بسباس ودرت كرافس نقليهم مليح في زيت الزيتون آه ومن بعد آه, آه, آه نعمر لاكوكوط تاعي بالماء حتى نشوف آه بلي يودي الخضره تاعي كامل قلت شوفوا زدت لها مرسو تاع سكالوب تقدروا ديروا ستر تاع الجاج كيما حبيتو نعمرها حتى نشوف بلي القدره تاعي كامل تغطات بالماء ومن بعد نغلق عليها ندير هكاك واحد 25 مينوت كما قلت لكم نغلق عليها نديرها نديرو 20 مينوت طيب حتى 25 مينوت كي نشوفو طاب نفتح الكوكو تاعي نخليها نخليه يبرد شويه داك البيون نديرو في الروبو وشنو آه لازم هذاك الروبو آه طاس الروبو اللي نعصرو فيه اللي نديرو فيه جو وكامل هذاك باش يجينا خفيف باش يخلطو مليح ولا ما عندكمش معليش ديروه في بالميكسور ولا كي نرحيه ندير له مغرفه تاع زب آه مغرفه تاع فرماج وزوج مغارف تاع لا كريم فريش هكا يولي تاع البويون تاعنا آه واجد كيف كيف كنت شاركته معاكم قبل بلاد طاي راح نخليه لكم الثاني لتحت في الديسكريبشن بوكس الحاجات اللي درتهم مقبل ما حبيتش نعاودهم هكا باش ما تجيش لا تاعنا طويله كل حاجه قلت لكم درتها معكم من قبل راح نخليها لكم لتحت في صندوق الوسط تدخلوا تلقاو كامل الوصفات بلا ديتاي وهنا راني يعني قلت لكم هكايا سريعا كيفاش حضرت الاشياء دونك هنايا راح نوجدوا لا فارس تاع لي ميني برجر اللي راح اللي درت العجينه تاعهم الحاجه الاولى جبت لي فيون داشي كان في كونجيلاتور دونك خليته كونجلا شويه في المقله تاعي مع شويه زبده من بعد درت له البصل درت له شويه فلفل كحل شويه ملح ومن بعد كي شفت بلي سي بون آه كل حاجه طابت نحيه نخليه يبرد دونك هنا مور ما خمروا لي ميني برجر تاعي ندير من الفوق شويه بيض وندير لهم درت لهم لي غران دو شيا درت لهم درت لهم الجلجلان من الفوق كل واحد يدير واش عنده ولا تقدروا تاني تخليوهم هكاك فوحدهم هكاك يعني ما والو من الفوق كل واحد يدير واش الحب دوكا نديرهم يطيبو لو طون لي نجوز نوجد معاكم التحليه دونك هنايا بالنسبه للتحليه راح نديرو لاموس تاع توفي لا موس نسحقوا فيها الحاجه الاولى نوجدوا لا, لا كريم باتيسير يعني بالطريقه تاعي ماشي لا كريم باتيسير المعتاده ولكن لا حبيتوا ديروا لا المعتاده انا هذيك اون كريم باتيسير ساهله مالا ما حاش تاخذ لكم بزاف لي زانغريديون نسحقوا فيها نسحقوا نص لتر تاع حليب نسحقوا بون انا حنديرها شوكو سي شو بوغ سا راح نستعمل فيها نيسكافي ونستعمل فيها مغرفه تاع شوكولا <applause> تاع شوكولا اتارتيني ونديرو فيها زوج مغارف تاع النشاء ونخليوها حتى تخثر لنا مليح لا أ... أ... كريم باتيسير تاعنا انا درت النسكافي باسكو حبيتها بالكو تاع نيسكافي ما كانش عندي نسكافي بودغ دونك درت هذيك نيسكافي اللي نديروها فوق القهوه كحله كانت عندي مطلعه في الفريجيدا دونك استعملت هذيك كما قلت لكم نصري ثلاثه حليب زوج مغارف تاع مايزينا زوج مغرفه تاع شوكولا اتارتيني ومغرفه تاع النسكافي و الا ما حبيتوش ديروا شوكولا تارتيني ديروا استعينوا بالكاكاو هكا باش تعطي لكم اللون اسود ولا مارون من بعد نخلي هذيك لا كريم باتيسير تاعي تبرد لو طون لي تبرد نطلع لا شونتيي كيما شفتوا داك هو الكاس اللي كيلت كي به كاس تاع شونتيي نص ومن بعد الماء تاعنا ندير كاس ناقص دوا تاع الماء هكا نطلعوا لا شونتيي تاعنا طلعناها خليناها دكوتي دوكا نروح نوجد الطوفي الطوفي يعني حنسحقو كونتيتي تاع السكر كل واحد يدير شحال حب انا درت نص كاس تاع السكر نخليه حتى يتكارميليز مليح كيما راكم تشوفو دابلي كامل هذاك السكر هاكايا نزيد له مغرفه تاع لا كريم فريش هي الطوفي هاكا نوجدوا الطوفي السكر يتكارميليزا نزيدوا له لا كريم فريش ولا اون كريم ليكيد من بعد مور ما بردت لي لا آه... كريم باتيسير وكنا وجدنا كما شفتوا التوفي وجدنا لا كريم نقسم لا كريم فريش تاعي على اثنين نص نخلطها مع لا كريم اللي وجدتها معاكم قلت لكم تقدروا توجدوا هذه كما تقدروا توجدوا اللي تعرفوها نتوما ليسونسيال une creme patissiere نخلطو معاها بلاشونتيه باش خفيفه تولينا لنا كيما لا موس ما ناكلوش لا كريم باتيسير هكاك ثقيله كي نخلطوها بلاشونتيه ها تاكلو اون موس تجيكم بزاف خفيفه وبزاف بنينه والنص اللي قاعد لي نخلط معاه التوفي اللي كنت وجدته يعني كيف كيف نخليه يبرد ما تستعملوش اي حاجه سخونه مع لا شونتيي راح تحبط لكم لا كل حاجه لازم تكون بردت لكم مقبل باش تستعملوها مع لا كيما راكم تشوفوا نضيف بشويه الطوفي تاعي ونخلط حتى كيما شفتوا تولينا لا تاع لا كريم فريش تاعنا جايه ام باج جايه في الحال وتجي وتهبط شويه لا كريم فريش تولينا كيما لاموس موس بزاف بزاف بنينه كي تاكلوها تعضوها تاخذوا ديك المغرفه تاع لاموس موس تاع التوفي تجيكم انغو يعني واحد الكو ما نقدرش نوصفه لكم نقدر كيفاش نعطي لكم ذوقوا بلا كاميرا واحد لقو واحد لقو بزاف بزاف بنين دونك نديرو طبقه تاع اوريو طبقه تاع لاموس تاع لا كريم باتيسير ومن بعد نزيدو طبقه تاع اوريو ومن بعد نزيدو طبقه تاع لاموس تاع التوفي ومن بعد نزيدو طبقه تاع لاموس تاع لا كريم باتيسير ونزيدو طبقه تاع التوفي ومن بعد من الفوق تزيين يكون اختياري انا زينت بلي بيبي تاع شوكولا ودرت هادو ما دي بول صغار تاع شوكولا كيف كيف هذا واش زينت هذا درتها حاجه سامبل وشنو كي تاخذوها هاكا مغرفه تاع التوفي مغرفه يعني مغرفه يتجمع فيها طوفي ولا كريم باتيسير والاوريو واش نقول لكم بنه واحد البنه يعني بزاف بزاف بنينه ومن الفوق زدت لها شويه تاع الشوكولا هكا يعني لمسه صغيره كيما هكا تكون وجدتنا لنا تاعي نديرو في الفريجيدار يبرد حتى يلحق وقت التحلية تاعنا وقت لانيفرسير دونك هنايا نجوزو مور ما طابولي اه... لي ميني برغر تاعي هم لي كيفاش خرجو لنا يجو بزاف هايلين صغيورين رافقتهم انايا مع البويون اه... باش فرصيتهم طوماطيش درت لها لي زيبيس وزيت زيتون البصل اه... حمستو في المقله مع لي زيبيس كيف كيف قطعتو شويه خشين هكا باش كي تاكلوه يوقع لدي لكم وشويه شلاضه وشويه تاع فيونداشي وبيان سور اه... فرماج انا درت فغماج تاع لي زومبرغر وديرت لهم هكا زينتهم بزيتونات من الفوق دي ميني برغر يجوكم بزاف بنان كيما قلت لكم يعني رافار دو فورسيطون بالموجود عندي في الدار ما حبيتش نكلف روحي بحاجه بحاجه زياده درت البصل طوماطيش بزيت زيتون ولي زيبيس والبصل تاعي كيما قلت لكم قطعته شويه خشين هكا باش يقعد يغزغز قليته في المقله والفيونداتشي اللي كنت وريت لكم كيفاش درت له مش لا ده بيان سور و كي قطابولي لي تاعي قطعتهم في الوسط عامل خرجوا يخرجوكم بزاف خفاف طريين وهنايا الجاجة تاعي هاي لك مول طابت قلت لكم بيحكي كيفاش وجدتها هاي لك تاني رافقت مع هذيك البطاطا عاودتها في الزبده مع لي زيبيس حطيتها من تحت وحطيت من الفوق الجاجة تاعي يعني هذيك البطاطا سامبل قلت لكم غليتها قشرتها قليتها شويه في الزبده والثوم كنت ديجا مقبل شاركتها معاكم نخليها لكم كيف كيف لتحتها في صندوق الوصف نعودها بالثوم والزبدة في المقلة نخلوها تتقلى مليح مع شوية ليزي بيس بعدها يعني تكون طابت يعني نعودها غير باش ترفض لكم ريحة القليان وريحة الثوم وريحة ليزي بيس. يعني تتلقى ذيك البنة تاعهم من بعدها نحطوها في البلا نحطو فوقها الدجاجة تاعنا مور ما قسمناها تزيد تتلقى هذيك الدجاجة البنة تاعها مليح فوق هذيك البطاطا يعني والرز هذاك يعني واحد البنة ولا اروع دونك هذا هو كان المينو تاعي تاع لانيفرسير دوكا نخلي لكم تشوفوا الديكور كيفاش ديكورينا ما حبيتش ندير لكم ديكور بلا ديتاي باسكو كنت ديجا درت معكم الديكور لي درتو في لانيفرسير تاع راجل اختي يعني نفس الشيء برك هنا في دارنا وهيك في دار اختي ما درتش حاجه زياده هنا يخليكم تشوفوا كيفاش وجدت وكيفاش خرجتنا على نفسي. الى اللقاء الى فيديو اخر نتمنى يكون عجبكم الفيديو ما تنساوش تشتركوا في القناه وتبارطاجيو الفيديو مع صحابكم الى فيديو اخر ان شاء الله الى اللقاء <applause> بعد نهاية ضمني ضمني محتاجك هل نجمة جيتك وانت اللي شايل